السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله عندنا مراجعة عربي كي جي 1، وعندنا أول سؤال بيقول لي أكمل الدودة الشقية فيها الحروف بتاعتي، وأول حرف عندي هو حرف الجيم. تعالوا كده نشوف إيه الحرف اللي بعد الجيم. حرف الحاء. حرف إيه يا أصحابي؟ شطار. حرف الحاء يتكتب إزاي؟ حرف الحاء شبه حرف الجيم بس مفيهوش نقطة. طيب بعد حرف الحاء حرف الإيه؟ حرف الخاء. حرف الخاء شبه حرف الحاء يا أصحابي بس النقطة عليه فين؟ فوق. بعد حرف الخاء حرف الدال. برافو، يلا بينا نكتب حرف الدال. يلا دال. برافو. بعد حرف الدال حرف الدال، ولازم يا أصحابي أطلع لساني وأنا بقول حرف الدال. طيب بعد حرف الدال حرف الإيه؟ حرف الراء. حرف الراء يا أصحابي برضو من الحروف النافرة. بعد حرف الراء حرف الزي. حرف الزي شبه حرف الراء بس عليه نقطة. بعد حرف الزي حرف السين. حرف ايه يا اصحابي؟ السين. برافو عليكم، ثلاث سنون كده تنزل. برافو. بعد حرف السين حرف الشين شبه السين يا اصحابي بس لها كام نقطة؟ لها ثلاث نقاط. يبقى احنا قلنا الدودة بتاعتنا جيم حاء خاء دال ذال راء زي. شطار يا اصحابي. طيب تاني سؤال عندي يا اصحابي هو اكتب الحرف. اكتب الحرف، مديني صورة جميلة وطالب مني ان انا اكتب الحرف اللي ينفع مع الصورة دي. طب دي صورة ايه يا اصحابي؟ ليمون. صورة ايه يا اصحابي؟ ليمون. طيب ليمون حرف ايه؟ حرف اللام. شطار. حرف ايه يا اصحابي؟ اللام شبه عصاية ايه؟ جدو. برافو عليكم، حرف اللام. طيب بعد الصورة بعد حرف اللام عندي صورة جميلة، صورة ايه؟ السمكة الشقية. طب السمكة حرف ايه يا اصحابي؟ حرف السين. ثلاث سنون كده اكتبها كده وبعديها ايه؟ تنزل. اه برافو، لازم تبقى على السطر. طيب بعد حرف السين عندي صورة جميلة، صورة ايه يا اصحابي؟ صورة ذرة. صورة ذرة. ذرة حرف الدال. برافو، وخلينا فاكرين ان حرف الدال من الحروف النافرة. شطار يا اصحابي. بعد حرف الدال حرف الدال يا اصحابي لازم اطلع فيه ايه؟ لسان. لسان يا اصحابي. طيب بعد حرف الدال عندي صورة ايه؟ ثعبان. صورة ايه؟ ثعبان. ثعبان برضو الميس طلعت لسانها. حرف الثاء برضو من الحروف اللثوية. اه بصوا الميس طلعت لسانها، حرف الثاء عليها كام نقطة يا ميس؟ ثلاث نقط. نقاط. طيب بعد سورة الثعبان عندي سورة جزر. سورة جزر. طيب جزر اكتب حرف ايه يا ميس؟ اكتب حرف الجيم. اكتب حرف الجيم، فاكرينه؟ اه في نقطة يا ميس؟ اه نقطة. برافو. طيب بعد حرف الجيم يا اصحابي عندي صورة ايه؟ ضابط. عندي صورة ضابط. طب صورة ضابط يا اصحابي ها حرف ايه؟ حرف الضاد. حرف ايه يا اصحابي؟ الضاد. برافو، ومنساش ان الصاد والضاد دي مسنة، والنقطة اللي فوق الضاد. بعد حرف الضاد يا اصحابي عندي صورة ايه؟ صورة تين. تين صاحب الحرف التاء. برافو عليكم، طلع على السطر يا ميس وعنده كام نقطة؟ عنده نقطتين. برافو. بعد حرف بعد سورة التين عندي سورة برتقال. برتقال يا اصحابي هكتب حرف ايه؟ حرف الباء. برافو عليك يا اصحابي، والنقطة فين يا ميس؟ النقطة تحت. طيب بصوا كده السؤال الثالث معايا بيقول لي اختر. بيقول لي اختر. طيب تعالوا نشوف الحرف بتاعنا عليه حركة. ايه ده يا ميس سبا؟ ده حرف الميم حطيت عليه حركة الضمة، بقى صوته ايه؟ مو. بقى صوته مو. طيب تعالوا كده نشوف الصور بتاعتنا. اول صورة عندي صورة بطيخ، تاني صورة صورة فلفل، تالت صورة يا ميس صورة مشمش. هختار ايه يا ميس هبة؟ هختار المشمش. برافو عليكم، وخلينا فاكرين ان الحرف لما بحط عليه حركة بيتغير صوته. طيب تاني حرف معايا هو حرف النون. حرف النون يا ميس هبة عليه فتحة، بقى صوته نا. بقى صوته نا. طيب بعد طب الصور اللي عندي صورة جزر، نجمة، كمثرى. طيب هختار ايه يا ميس هبة؟ هختار النجمة. هختار النجمة. برافو عليكم يا اصحابي. طيب عندي تالت حرف عندي
حرف الخاء، حرف الخاء يعني سهب عليه فتحة بقى صوته ايه؟ خاء، بقى صوته خاء. لما احط الحركة فوق الحرف صوته بيتغير. طيب عندي أول سورة عندي سورة عنب، تاني سورة عندي سورة سورة تاني سورة هي سورة خوف، تالت سورة هي سورة بصل. هختار يا أصحابي سورة خوف، هختار سورة خوف. برافو عليك يا أصحابي. طيب تعالوا كده نشوف تالت حاجة عندي، بيقول لي اقرأ. هعمل ايه يا نسيبة؟ هقرأ يا نسيبة الحرف بتاعي بالحركات القصيرة بتاعته. أول حرف عندي هو حرف الألف. ايه ده يا نسيبة؟ حرف الألف عليه فتحة صوته آ، حرف الألف تحتيه كسرة صوته إي، حرف الألف عليه ضمة صوته أو. بقى دلوقتي الحرف بتاعي لما بحط عليه حركة اللي بتغير فيه صوته بقى صوته آ إي أو. طيب تاني حرف عندي هو حرف اللام، حطيت عليه فتحة صوته لا. طيب حرف اللام تحتيه كسرة صوته لي، حرف اللام حطيت عليه ضمة بقى صوته لو، لا لي لو. طيب تعالوا كده السؤال الأخير معانا بيقول سل، سل سل يعني وصل. عندي الحروف بتاعتي بأشكالها في أول الكلمة. أول حرف عندي يا نسيبة حرف الصاد، حرف الصاد. طيب حرف الصاد ده شكله إيه؟ أول الكلمة. برافو عليكم، أول الكلمة حرف الصاد، برافو. ومنساش إن الصاد ليها سنة. تاني حرف عندي هو حرف الضاد، وحرف الضاد برضو ليه سنة، وده شكله أول الكلمة. الحرف لما بيجي في الكلمة شكله بيتغير. طيب تالت حرف عندي هو حرف اللام، برافو. وحرف اللام برضو لما يجي أول الكلمة بتبقى دي شكله. وتالت وآخر حرف عندي هو حرف التاء، وحرف التاء لما بتيجي في أول الكلمة بتمد إيديها. ويبقى كده خلصنا المراجعة بتاعتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.